مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم جميعا وحلقة جديدة من اون افريكا وتغطية مستمرة لفعاليات النسخة ال 34 من كأس افريقيا بكوت ديفوار 2023. 48 ساعة فقط بتفصلنا عن انطلاقة منافسات الدور نصف النهائي، ونبدأ نقرب خطوات بسيطة علشان نكون بنشوف مين هيكون صاحب هذا اللقب في هذه النسخة الاستثنائية. صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار، منتخب نيجيريا صاحب الباع الكبير، جنوب افريقيا اللي بينافس وظاهر بشكل جيد جدا، ام الكونغو الديمقراطيه اللي ما عليهاش اي ضغوط بوصولها لهذه المرحله في هذه النسخه. كمان النهارده هيكون لنا تطرق لكل الملفات المتعلقه بمنتخبنا الوطني بعد ساعات قليله من اصدار بيان رسمي ببعض القرارات فيما يتعلق بمصير طبعا مستر روي فيتوريا ورحيله، بجانب طبعا خطوات من اجل تصحيح المسار، لان عندنا مش لقاءات كتيرة في يعني فيما تبقى من عام 2024، ولكن عندنا بعض اللقاءات المصيرية اللي نتمنى نكون بنأدي فيها نتائج وأداء إيجابي علشان نكون بنحسم إلى حد ما تأهلنا إلى النسخة القادمة من كأس العالم إن شاء الله في 2026. طيب خلونا برضو نرحب بضيفنا النهاردة أحمد نجيب المحلل الفني، برحب بيك وإن شاء الله كده تكون حلقة موفقة لنا. برهان مبسوط معك والله. وأنا كمان حقيقة نتكلم عن زي ما قلت لك، يعني الحلقة هتكون متقسمة إلى شقين، الشق المتعلق طبعا بمنتخبنا الوطني، والكل اكيد مهتم جدا الخطوات اللي جايه مع احباط كبير جدا حصل لنا من ظهور منتخبنا الوطني في هذه النسخه اداء ونتيجه، وكمان فيما يتعلق بالمنتخبات الاربعه واستعداداتهم ومن هو الاقرب للوصول الى المربع الذهبي. نسخه 2023 من كوت ديفوار في طبعا كاس افريقيا نسخه استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى.